المباراه القادمه ديال اتحاد طنجه بحال اللي كيعلم الجميع ولا الطاقم التقني ولا اللاعبين بان الحمد لله حنا عازمين باش نحقق واحد النتيجه ايجابيه فيك القيمه ديال المقابله الفريق الكوكب المراكشي يعني غتكون مقابله سهله يعني ماشي كتلعب ضمن واحد الفريق اللي هو في اخر الترتيب واللي كيلعب على البقاء باش يقدم القسم الكبار فهذا الحمد لله حنا عارفين هذه القيمه ديال المقابله وحاسين بالمسؤوليه وعازمين باش نحقق واحد النتيجه ايجابيه اللي هي واثقه تخوضنا باش نبقاو في المرتبه الثالثه ديالنا ان شاء الله. الجمهور غاب على اللقاء اللي فات وكانت الفرصه امام النداءات ديال المسؤولين وديال الناس ديال اتحاد طنجه باش يوجهوا رساله للجمهور، اشنو انت كمدرب ديال اتحاد طنجه فيما تبقى من البطوله اشنو يمكن تقول للجمهور ديال اتحاد طنجه؟ والجمهور ديال اتحاد طنجه مهما كان هو جمهور عزيز علينا، جمهور يعني كان اللي ساندنا لا في السنه الماضيه ولا في بدايه الموسم، فالحمد لله كتعرف ان الجمهور ديال مدينه طنجه ديال اتحاد طنجه جمهور ذواق كتعجبو كره القدم، فهذا ما كيعنيش بان هو ماشي معنا ماشي موجود كنعرفوا هو واخا ما كيجيش الملعب راه قلب معنا ولكن الحمد لله كنطلبوا منه باش يساندنا في هذه المباريات اللي بقاو فكيبقى هو ديما جمهور ديال اتحاد طنجه والجمهور ديالنا فاحنا كنطلبوا منه من هذا المنبر يعني يزيد يساند الفريق وما ينساش بان هو كان الرقم الوحيد بالفوز بالبطوله ديالنا السنه الماضيه.